توجه الناخبون المصريون في جنوب إفريقيا للأدلاء بأصواتهم في سفارة مصر في بريتوريا. هذا وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إقبالا ملحوظا في أيام تصويت المصريين بالخارج، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة ومؤسساتها، حيث أكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.